مهم جدا. العالم يقف ضد اثيوبيا ودعم لمصر، خبر هام بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد شخص ادعى انه المهدي المنتظر في مصر، وخبر صار من الحكومة المصرية لكل المصريين بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل. العالم يقف ضد إثيوبيا ودعم لمصر، و وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي مش مرتاحة للقرارات الأحادية في ملف سد النهضة الإثيوبي. أشار إلى أن الاتحاد لديه استعداد لتقديم خبراته لحل الأزمة. وفي تصريح لقناة صدى البلد المصرية، قال شكري إن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات في ملف سد النهضة وفعاليات مجلس الأمن ورؤية مصر تجاه هذه القضية والتوجه المستقبلي. أضاف إن في اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري وتقدير أسلوب مصر في التعامل مع هذه القضية، وخاصة بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاثة. وتابع شكري في رغبة حقيقية بالإمكانيات المتاحة لدعم المسار التفاوضي واستخلاص التجارب الناجحة على المستوى الأوروبي ونقلها لحيز المفاوضات. ذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون وتقديم خبراته والمقترحات اللازمة لحل أزمة سد النهضة، وهناك تأكيد على عدالة الموقف المصري واهتمام كل مواطن مصري بهذه القضية وضرورة تجنب أي أزمة. أكد أنه في حال حدوث توافق بين الأعضاء على مشروع القرار المقدم من مصر والسودان سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن. أشار إلى أنه طلب من وزراء الخارجية الأوروبيين تفهم طبيعة القضية بالنسبة لمصر والعمل على إقناع الجانب الإثيوبي بالتحلي بالمرونة. وقال شكري نتابع الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي، وطلبت من الجانب الأوروبي تفهم أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر. ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة لقرارات الأحادية في ملف سد النهضة. شدد على أن الدولة المصرية تتخذ الخطوات والقرارات الملائمة في التوقيت الملائم، ونعمل على تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون. مصدر معنا كامل اليوم السابع، يعني في تأييد من الاتحاد الأوروبي على عدالة الموقف المصري تجاه هذه القضية، قضية سد النهضة. الأمر يختلف بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وروسيا ترى أن التصعيد شيء مش كويس، ولكن يعني مصر ستدافع عن حق الشعب المصري ومصلحة الشعب المصري في هذه القضية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل معانا، وننتقل مع بعض الخبر آخر. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد شخص ادعى أنه المهدي المنتظر في مصر. مرة جديدة يظهر شخص يدعي أنه المهدي المنتظر وآخر الهدى في محافظة الغربية في مصر. كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ورقم هاتفه في دعوته. وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الأجهزة الأمنية قبضت على محمد ميمحه بمركز قطور يدعي أنه المهدي المنتظر. ونقلت عن مسؤول أمني أن المهدي كان يستخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك، ومن خلالها كان يحاول حشد الناس وإقناعهم أن أعوان الدجال يطاردونه ويحاولون إعاقته عن نشر الإسلام. المسؤول الأمني قال إن المتهم وضع لافتة على باب منزله تقول دار المهدي المنتظر، ودون عليه رقم هاتفه المحمول، وزعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن. وظهر المتهم في تسجيل مصور سجله أحد الناشطين يقول فيه: طالما هناك دجال موجود يجب أن يكون هناك مهدي منتظر. ويضيف: نحن في زمن المسيح الدجال والناس لازم تعرف. وحول اللافتة يقول إنها معلقة على باب منزله منذ أكثر من 4 أشهر،
وما الدافع لذلك؟ يقول أنه يمشي بأمر الله ويتحرك بتعليمات من الله. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة يديرها المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت في مايو من العام الماضي على موظف إداري في محافظة البحيرة في مصر، ادعى أيضا أنه المهدي المنتظر. وفي عام 2017 قبضت تلك الأجهزة على شخص بادعاء ذاته، وحكمت عليه المحكمة بالحبس سنتين. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. كل فترة كده من حين لآخر يعني بيطلع علينا حد ويدعي إنه المهدي المنتظر، وهذا يعني بيكون شخص كاذب، لأن الأمر بيكون واضح وصريح. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض لخبر آخر، وخبر صار من الحكومة المصرية لكل المصريين. وأعلن البنك التجاري الدولي في مصر أن إيرادات مجمعة للربع الثاني من سنة 2021 بلغت 6,360,000,000 جنيه مصري، بزيادة 2% على أساس سنوي. البنك أكد في بيان تحقيق أرباح قدرها 3.2 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، بزيادة 24% على أساس سنوي. كما أوضح البنك أن مخصصات خسائر القروض في النصف الأول من 2021 سجلت 1 مليار جنيه، أي بانخفاض 55% على أساس سنوي. المصدر معنا كان من رويترز. طبعا يعني شيء جميل ارتفاع إيرادات البنك التجاري الدولي في مصر 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021، شيء جميل ومؤشر لتحسن الاقتصاد المصري يعني، وده أثناء الوباء وبعد الوباء. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وفي خبر رياضي أخير، الزمالك يوضح حقيقة ضم رمضان صبحي ورحيل أوباما. كشف المدير المالي باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم طارق جبريل حقيقة ما نشر عن دخول إدارة النادي في مفاوضات مع رمضان صبحي ورحيل مهاجمه يوسف أوباما. وقال طارق جبريل خلال تصريحات تلفزيونية: لا توجد نية للتعاقد مع رمضان صبحي. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم، يعني أتمنى ذلك. ما تنسوناش باللايك ومتابعة الصفحة وشير للفيديو لو حضرتك استفدت من نشرة الأخبار البسيطة. كان معكم إسلام الأمير، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.